لأنك سرقت جاريتي. ماذا؟ لا تتصنع البراءة. أتيت تطلب شراءها وبعد بضعة أيام هربت. وهل أنا مسؤول عن حراسة جواريك؟ ها؟ بالمناسبة كم تملك من الجواري؟ يكفي. لا أحب أن يتنازع مماليكي على النساء. أنا لا أتنازع على النساء. هل الجارية عندك؟ لقد سكت. هل تقبل بحكمي في هذا الأمر يا كورتوباي؟ بالتأكيد يا مولاي. الجارية الليلة ستعود لك، ولكني سأشتريها منك وسأضمها إلى حريمي. ما قولك؟ أجبني. الرأي ما يراه السلطان. إذن اذهبوا إلى عملكم.